اهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي برنامج العياده، بنجدد اللقاء والتحيه. وموضوع السمنه دايما فارض نفسه على مواضيع العياده، ولما بيبقى في سمنه مفرطه وبيفشل المريض ان هو ينزل بالطرق التقليديه، الدايت والرياضه والكلام ده، بيبدا يتجه لعمليات السمنه زي تكميم المعده. تكميم المعدة من العمليات اللي بتعتمد على كذا محور عشان تنجح، يعني خبرة الجراح، المكان والأدوات المستخدمة، وأيضا المريض اللي دايما بنقول في فقراتنا إنه دي مش الحل السحري أو نهاية المطاف، لا ده البداية، دي تول أو أداة بتمكن المريض إنه هو يخس في حياته بعد كده لما يمشي على بروتوكول ونظام غذائي معين. طيب لو حصل فشل في عملية التكميم نتيجة أي محور من المحاور دول، هل ممكن إصلاحها؟ تعالوا نتكلم عن ليه ممكن التكميم يفشل وإزاي ممكن نصلحه مع الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية وحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الـ SRC. أهلا بيك يا دكتور كريم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. قول لنا الأول، عرفنا تكميم المعدة إيه وليه ممكن يفشل؟ في البداية اسمحي لنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. هو عملية تكميم المعدة ما هي إلا تصغير لحجم المعدة، هي أداة لإنقاص الوزن، ليست يعني جهاز بيركب في المعدة، ولكن يعني دي حاجة من ضمن العمليات الخفيفة خالص البسيطة اللي هي بتنزل الوزن، يعني لأن طبعا في عمليات طبعا بتبقى أشد شوية في بعض الأوزان اللي هي محتاجة لإنقاص الوزن، زي تحويل مسار المعدة المصغر، تحويل مسار المعدة الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر، ويمكن عملية انفستيجيشنال أو تحت الفحص زي عملية الساسي. كل دي أدوات احنا بننزل بيها الوزن. لو كان يعني المريض طبعا وزنه مش كبير قوي، يعني تحت وزن 150 كيلو، ما عندوش حموضة في المعدة، ما عندوش ارتجاع، السكر يعني مش عنيف قوي، ممكن يعمل عملية تكميم، وخصوصا في السن الصغير، يعني البنات اللي هم صغيرين مدارس اللي هم تحت سن ال20، أو يعني طبعا دايما بنحب ان احنا نعمل عمليه تكميم المعده فيهم حتى لو الوزن بتاعهم زايد، يعني لان طبعا بعد عمليه تحويل المسار بيبقى فيه شويه فيتامينز، التزام بالفيتامينات بعد عمليه تكميم المعده، احنا بنبقى يعني محتاجين ان احنا نقلل من يعني ما يبقاش في حاجه مزمنه على المدى البعيد، ما تبقاش عمليه محتاجه متابعه عنيفه. احيانا طلبه بتسافر بره تدرس، واحيانا بتلاقي داخل على جواز بنات وسن صغير ونمو، فبتبقى عملية تكميم المعدة من العمليات الآمنة في السن ده. دي من ضمن الحاجات بقى اللي بتعمل فيها عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة طبعا قد نستخدمها ان هي في واحد وزنه 300 كيلو 400 كيلو، انت اعملها له كدرجة أولى، يعني كمرحلة أولى لإنقاص وزن 100 كيلو 200 كيلو، بحيث ان حجم الكبد يقل وحجم وجدار البطن يبقى سهل ان انت تعمل فيه العملية، او الحالات الصحية حالته صحيحه ما تسمحش ان تحت بنج فتره كبيره، اعمل عمليه تكميم كمرحله اولى، وبعد كده ما يخسله 200 كيلو 100 كيلو بعمل بقى عمليه تانية في المستقبل. يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي بنستخدم فيها عمليه تكميم المعده. تمام، ايه بقى اللي ممكن يخليها تفشل؟ اللي تفشل طبعا لانه اول حاجه انا كمريض ببقى فاكر ان انا معايا حل سحري، بالزبط. وهي عمليه قائمه ان احنا بنشيل جزء من المعده وبنبقي جزء صغير، ممكن بقى بيعرضوا صوره ليها في توضيحيه، بنشيل جزء من المعده وبنبقي جزء صغير ناكل فيه ونشبع فيه. اللي بيحصل بقى ان قبه المعده بتتشال وجزء من المعده بيتشال بهرمونات الجوع كمان، يعني بتلاقي المريض بعد عمليه التكميم الجوع قل والشبع زاد. كمريض انا دلوقتي عمليه تكميم المعده لم تؤثر على الامتصاص، وبالتالي كل كميه السكريات اللي انت تاخدها او اسرفت فيها هتزود الوزن فيما بعد. طيب هو انا يعني بعمل عمليه عشان اعمل دايت فيما بعد؟ لا، انت مش تعمل دايت قد ما هي معادله، او ان انت ترجع لحياتك الطبيعيه، لان بيحصل حاجه ان انا بحلم بان انا انزل وزني، انا وزني 200 كيلو ولا وزني 120 كيلو ولا 150 كيلو، وانا يعني حاولت كتير بالدايت وفشلت لان الهرمونات بتاعتي متغيره وعندي مناعه انسولين وصعوبه في ان انزل وزن، وخصوصا في الاوزان الكبيره بيبقى الجسم شايف المخ والجينات والهرمونات شايف الجسم عند الوزن الكبير مش صغير، وبالتالي انزل بالدايت شويه هتلاقي الوزن رجع تاني في وقت قصير جدا، لان هو مش شايف الوزن صغير، هو شايف الوزن الكبير.
وبالتالي معدتك كبيره. انا بعمل دايت الوجبه الجوع بيزيد، وبتلاقي صعوبه جامده جدا ان انا يعني بعد ما اوقف شويه دايت بتلاقي الجوع في منتهى الخطوره، بيشديد جدا يرجعك لوضعك الطبيعي، والمعده سليمه تستقبل كميه اكل كبيره. لكن ما بعد العمليات المعده بتصغر، وبالتالي انت لو عايز ترجع بعد نزلت وزنك بعد العمليه، محتاج بقى مريض يا اما مركز مع نفسه جامد قوي في ان هو ياكل سكريات وشوكولاتات بكميه كبيره جدا، او ان هو ياكل نسبه سكريات عاليه اعتمادا منه ان هو مركب كمبيوتر او مركب جهاز هيفلتر له الاكل، وده مش موجود. هي تول، اداه هتستخدمها. وليه نصيحه بقى عند بعض الناس اللي هم مقبلين على اجراء العمليه وعندهم ظروف صحيه مصاحبه للسمنه المفرطه. احيانا بتبقى العمليه في الناس اللي هي وزنها قليل، يعني شاب 20 سنه 15 سنه 25 سنه، حرقه كويس، جسمه بيقدر يتحرك، ما عندوش مشكله في المفاصل، ده من احسن الناس اللي تنزل في الوزن. حرق الجهاز نفسه كويس، يعني قصدي يعني طبعا الهرمونات والحرق ويمكن المفاصل بتاعته تشيله، ده ينزل كويس. طب انا بقى وزني كبير جدا وانا يعني هركب مفاصل صلاعيه او مركبها وبمشي على عكاز او بمشي على عصاية، حرقي قليل، سني فوق الستين، يبقى اذا لازم تساعد نفسك بكذا طريقه، مش لازم بس العمليه، بتستخدم عمليه وتستخدم ادويه وتعمل دايت، هو احنا بنمشي عكس بعض؟ لا، امشي مع اتجاه العمليه نفسها. انت بتعمل تول هتساعدك، هتعمل لي ايه؟ هتقلل لك كميه الاكل، مش هتقدر تتعدى حدودك في الاكل، بتشبع بسرعه، المخ قاري ان الوجبه صغيره خلاص، المعده صغيره، استقبلها واتبسط بيها، الجوع قليل. وبالتالي يعني نصيحتي لكل الناس المقبله على اجراء عمليه التكميم او تحويل المسار، يعتبر وخصوصا في الحالات الصحيه المصاحبه بقى، انا ما عنديش حرق، ما بتحركش، وضعي الصحي ما يستحملش حركه جامده ولا رياضه، حارب حارب مع العمليه بحيث ان انت ما تتفاجئش ان انت بعد 3 سنين 4 سنين تلاقي وزنك ابتدى يزيد تاني في الوزن فيما بعد، وتحتاج لعمليه اصلاح فيما بعد. فاحنا نعتبرها جزء من منظومه انقاص الوزن، مش هي كل المنظومه، لان هرموناتك عكسك لانها شايفاك على الوزن الكبير، جيناتك عكسك بالظبط. انت كمان بقى لو اعتمدت على العمليه بس هي اللي هتنزل وزن، وانا استخدم بقى اللي انا عايزه من التغذيه فيما بعد العمليه، ما تبتديش المشوار، هترجع تاني في انتكاسة، قد تكون محتاجة لعملية إصلاح فيما بعد. طيب جميل جدا يا دكتور، بس حضرتك حطيت الفشل يعني بنسبة أكبر على المريض، هل ممكن يكون الفشل خبرة الجراح أساسية، التولز المستخدمة والمكان كمان أساسي؟ ازاي تشرح لنا النقطتين أنا دول؟ انا بحيي حضرتك على ده. انا الحقيقه ما هو طبعا احنا ما انا يعني لسه كنت اتكلم فيها، كويس انت حضرتك فكرتيني. يعني طبعا مش كل الحمل طبعا على المريض، وكان دايما احنا كان في كلمه كده بتتقال على الويت ريسيديفيزم، او جريمه زياده الوزن عن طريق المريض، واحنا طبعا ما بنقبلش ده. هو المريض مش مجرم، يعني قصدي مش ما اجرمش يعني ولا حاجه. هو طبعا دي كلمه يعني هي موجوده في الابحاث وموجوده في الحاجات، ان المريض دايما تقعد تحذريه من ما تاكلش سكر، ما تاكلش حاجات، واعمل رياضه واعمل حاجات عشان لما يزيد في الوزن فيما بعد يبقى هو الغلطان. لا طبعا في جزء على الجراح طبعا، احنا احنا قد نكون احنا كجراحين احنا قد نكون سبب في زياده الوزن، او ان انت ما تنزلش في الوزن من الاصل. احنا طبعا قبه المعده اللي شاف دياجرام بقى لعمليه التكميم او شاف حاجه، احنا في حاجه احنا بنعاير بيها المعده، جهاز كده زي الخرطوم او بوجي، حاجه بسيطه كده بتركب في المعده تعاير المعده، وهي لها مقاسات ان انا احرر قبه المعده كويس بحيث ان هي يتم استئصالها بالكامل، لان الجزء ده بيتمدد، وهو الجزء ده مسؤول عن ان هو طبعا الجوع بكميه كبيره وبيستوعب كميه اكل بكميه كبيره. فانت لو ما استئصلتش قبه المعده باحترافيه هتلاقي العيان ما بيقصش اصلا، او قصيت من فوق كويس وقصيت المعده من النص كويس ورجع ونهايه المعده عامله زي القربه بقى الواسعه الانترم، محتاج يتقص برضو باحترافيه. فالتكنيك نفسه الداخلي بعيدا عن الشكل التجميلي اللي انا يعني عايز اتكلم عليه برضو، الحاجه الداخليه جوه المعده هي لابد لها معايير دوليه ومقاسات دوليه، وكل المرضى ليهم طريقه في ان احنا نعاير المعده، مش متسابة ل يعني هوى الجراح ان هو يقص بزياده فيقوم العيان يرجع على امل ان هو يخس بزياده، ولا تسيب معده زياده فيقوم العيان ما يخسش اصلا وياكل كميه كبيره. احيانا يقول لك العيان انت هتقص لي قد ايه؟ احنا عاده ما بنحسبش الكميه اللي احنا بنشيلها، احنا بنحسب ما تبقى من المعده.
عشان ده السؤال ده دارج، هو انت تشيل بقى 80% ولا 70%؟ هو بالتقريب بيبقى 80% بالويم كده، لكن ما بيتقاس. اللي هو بيتقاس الكاليبريشن تيوب اللي احنا بنسيب وضع الماده، واحنا بنعمل بقالنا يمكن 6 7 سنين بنعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد بعد العمليه. انا لا الزم الجراحين نعملوها، انا بعملها، انا بحب اعملها لكل العيانين بتوعنا، بحيث ان هو بيقيس حجم المعده، بتبقى عارف معدتك قد ايه، يعني بتبقى عارف ان انت طالع بحجم معده سي مثلا 80 سم، 100 سم، 120 سم، 140 سم، يبقى انت بدايتك كانت كام، عشان لو تابعت بعد 5 سنين يبقى انت عارف. طبعا الاشعه المقطعيه برضو ثلاثيه الابعاد من الحاجات المفيده، ان انت تبقى عارف انت عندك مضاعفات في العمليه، نزيف، تسريب، عندك اي مشاكل في العمليه يبقى انت عارف، عندك التواء في المعده، عندك ضيق، في فتح جاب حاجز، يبقى دي كلها حاجات للمواجهه الجراحيه احنا بنعملها روتين لكل المرضى اللي بيعملوا تكميم او تحويل. اذا العمليه دي محتاجه تتقاس، احنا بنقيسها، بتبقى عارف ان حجم المعده بتاعك كويس، وانت ما عندكش التواء، ما عندكش ضيق في المعده، قص المعده قصه كويسه، خلاص يبقى امشي كويس. طيب انت برضو انا عملت عمليه احترافيه والعيان مش عارف يستخدمها ازاي، ما هو انا دلوقتي كل العمليات لها تحفظات، احنا مركزين في التكميم النهارده، لكن عمليه التكميم محتاجه شويه تحفظات. تحفظات بالنسبه للتغذيه، انا يعني ما اقدرش، ما انا عملت زي معده صغيره بس هي ما اثرتش على الامتصاص، اقدر اكل فيها شوكولاتات وبتدوب، اي حاجه بتدوب فيها مش هتتحشر، يعني مش زي عمليه التدبيس ولا الحاجات اللي هي فرش. القديمه اللي بترجع، لا دي اي حاجه بتدخل فيها يعني زي السكريات والحاجات دي، كانك عوضت كميه الاكل اللي انت قللتها فزودت كميه السكريات بزياده، وبالتالي هتلاقي نفسك طبعا بتزيد في الوزن وانت مش حاسس يعني الوزن بيزيد ليه في المستقبل. مجموعة تانية من الناس بتحتاج لعمليات إصلاح بعد عملية التكميم بسبب المضاعفات الطبية، يعني هو عنده مضاعفات من العملية نفسها، يعني هو يعني عمل عملية التكميم وبعد شوية العضلة ضعفت بتاعت المريء، أو كان في فتح جاب حاجز ما اتصلحش، أو حاجة جاله فتق في المستقبل، أو عنده ضيق في المعدة من تحت، أو عنده التواء وهو قاعد طبعا بيرجع كل حاجة بياكلها. ما إذا في عمليات إصلاح بسبب المضاعفات محتاجه جراحه، يعني هي محتاجه تتفحص ومحتاجه لخطوه ان انت تعالج بيها العمليه. في عمليات تانية طبعا بتحتاج للاصلاح بسبب زياده الوزن، يا اما ما خسش في الوزن اصلا او زاد في الوزن بعد شويه، ودي ما نستعجلش عليها لان احنا ما نقدرش نقيم عمليه قبل سنتين، يعني انا زدت في الوزن ده لو محتاج عمليه اصلاح يعني، لا اصبر سنتين كاملين وتشوف وضع انقاص الوزن. لو نزلت وزن اقل من 50% من وزنك الزايد يبقى انت محتاج لعمليه اصلاح فيما بعد، لان العمليه مش هتفيدك فيما بقى، يعني مش هتساعدك يعني. طب انا دلوقتي عندي من الحاجات المشهوره اللي احنا بنتسال عليها ثبات الوزن، انا عملت عمليه تكميم كنت 140 كيلو وبعدين نزلت لبقيت 100 كيلو وثابت في الوزن، ما بتحركش، مش عارف انزل تاني. بترجع لنا بقى التغذيه العلاجيه، بيساعدوا بالادويه، في ادويه حديثه جدا دلوقتي بتساعد في انقاص الوزن، ودي عند كل دكاترة التغذية مش لازم عندنا، يعني أقصد إن هي متوفرة عند كل دكاترة التغذية لعلاج ثبات الوزن، ودي متاحة في كل الصيدليات، متاحة حاجات طبية مش حاجات يعني طبعا وصفات، لا دي حاجات طبية مكتوبة عن طريق الطبيب، بتتكتب بجرعات معينة بتتاخد بتنزل الوزن، بتساعد على إنقاص الوزن. مراجعة التغذية برضو مهمة جدا لثبات الوزن بعد التكميم، يعني مش كل ثبات وزن محتاج عملية بعد التكميم، يعني يمكن ان احنا ننزل وزن تحفظي جدا بالعلاجات وتهذيب طريقة التغذية برضو عن طريق التغذية العلاجية. وبرضو هيرجعنا للنقطة الصفرية، هو انا اعمل تغذية بعد العملية؟ ما تحارب، ايه المشكلة يعني؟ يعني احنا هو الجسم كده، انت عملت عملية التكميم بالمواصفات الطبية العالمية الدولية وقست حجم المعدة بتاعك ولقيته مظبوط، لن يفيدك العلم الا في النصايح. الجينات ما غيرناهاش، ما غيرناش الهرمونات، نحتاج بس تغيير طريقه الفكر، المحافظه على العمليات، بحيث ان انت ما تدخلش في دايره تاني الاصلاح وتحتاج له بكمان. طبعا اذا لابد من اتباع بعض التعليمات او تاخد الكتالوج بتاع العمليه من الجراح، بحيث ان انت تبقى عارف انت تستخدم العمليه بتاعتك ازاي، تكميمها استخدمها ازاي، تحويلها استخدمها ازاي، بحيث ان ما ترجعش لنقطه الصفر مره ثانيه. مره ثانيه. طيب يا دكتور، احنا اتكلمنا عن اسباب الفشل، ازاي ممكن تفشل من قبل المريض، من قبل الجراح، هنصلحها ازاي؟ يعني هل هنقول له لا هنشيل التكميم، لا طب نعمل تكميم تاني، ولا نعمل تحويل مسار؟ يعني كل حالة بتقول لها ايه؟
رقم واحد قد يكون العلاج تحفظي، يعني انا وزني مش كبير اصلا، يعني انا كنت انا زدت يعني كنت نزلت ال 70 كيلو، وانا عايز ال 70 كيلو دول هم دول كويسين، وبقيت 80 كيلو مش محتاج عمليه يعني. يعني زي متابعه مع التغذيه العلاجيه بشويه تحفظات كده في الادويه وتغيير في نمط الاكل والرياضه والحاجات دي، بتنزل بقى شويه الوزن اللي انت زدتهم دول، او ما بتحتاجش عمليات. الناس اللي بتحتاج بقى عمليات اللي هو ما نزلش وزن، وده عاده لو انت عامل عمليه احترافيه لابد ان انت هتنزل. يعني انت عملت عمليه وقصيت المعده بقصه احترافيه، وعملت اشعه مقطعيه وبعد العمليه ومقاسات المعده بتاعتك مظبوطه وخدت التحفظات بتاعتك، هتنزل ان شاء الله، هتنزل ما تقلقش. ما فيش حد ما اسمه ريزيستنت يعني ما بينزلش، الا دول قليلين جدا وهو مش عايز ينزل بالطور بالحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. انا وزني زاد بعد العمليه، انا كنت وصلت لل 70 او وصلت لل 80 او وصلت لل 60، وبعد كده رجعت تاني 140 150 كيلو. في الحاله دي لابد، وبقولها لكل الناس، اوعى تعمل عمليه اصلاح قبل ما تقيس حجم المعده بالاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد وبالمنظار بتاع المعده، لان دول هيغيروا قرار العمليه تماما. يعني انت لو محتاج بمعنى لعمليه، هل انا هعمل اعاده تكميم، يعني اقص المعده تاني، ولا احولها لتحويل مسار معده مصغر، ولا احولها لتحويل مسار معده كلاسيكي؟ كلاسيكي. في حاجات من الاصل كده بتبقى تعمل المنظار بتاعك والاشعه المقطعيه، اللي عندك فتق محترم في الحجاب الحاجز او ارتجاع بمريء جامد بالاشعه المقطعيه، طريقك واحد بس، طريق واحد بس هو عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، لان عدم توافر الخبره الجراحيه لدى بعض الجراحين ما بيقدرش يعمل عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي لصعوبتها التقنيه، وبالتالي بيوجه المريض في اعاده الاصلاح الى عمل اعاده تكميم او عمل تحويل مسار معده مصغر، اللي هو هيزود المضاعفات في المستقبل بسبب عدم المعلومه الجراحيه او عدم القدره الجراحيه لاجراء العمليه. فانت دلوقتي بوضوح جامد جدا عندك فتق كبير في الحجاب الحاجز فوق 5 سنتي، عندك التهابات في المريء الدرجه الثالثه او باريت اوسوفيجس، عندك ضيق في المعده تحت، مالكش علاج غير تحويل مسار المعده الكلاسيكي فقط. فقط حل اوحد. ما تقربش بقى من اي عمليات تانية، لان عمليه تحويل مسار المعده المصغر ارتجاع مراري، انت عندك الصمام اصلا مش شغال كويس، هيخلي الحياه اصعب وهيخلي الارتجاع شديد وهيخلي يعني طبعا يعني مش هتستفيد خالص. طيب انا دلوقتي عندي ارتجاع الحاجات اللي احنا قلناها بتاعه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، أيوة. وعملت عمليه اعاده تكميم، يبقى انت حياتك هتتحول لجحيم. الارتجاع اللي موجود هيبقى اضعاف اضعاف الموجود، الفتق ده هيرجع تاني حتى لو صلحته وعملت اعاده تكميم. يبقى اذا في بعض المواصفات الطبيه التي قد تستدعي الى اجراء عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. انا عارف كلام طبي شويه، لكن ده مهم جدا، لان اللي عنده المشكله دي يركز في الكلام ده ويسمعه كويس قوي، لان احيانا انت بتاخد معلومه ما تكونش كامله. يبقى اذا تحويل مسار المعده الكلاسيكي هي حل في بعض الحالات الطبيه المعينه اللي احنا ذكرناها، ونراجعها ونذاكرها، ومفيش الا الحلول دي طبيا دوليا بالابحاث بالخبره بالطب بالعرف، هي ما ينفعش فيها لتحويل مسار المعده الكلاسيكي. احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على كل المعلومات الطبيه. الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه طب عين شمس، ومدير وحده السمنه مستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو كليه الجراحين الامريكيه، وحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. وبنشكركم كمان مشاهدينا، وخلينا نروح نشوف التقرير. أنا اسمي مسعود رمضان عمر، سني 28 سنة، وزني 161 كيلو، دلوقتي بقيت 6.95 كيلو بعد 11 شهر من العملية. عملت نظام رجيم ياما بس ما كنتش بعرف أكمل عليه، أجي موقفة الرجيم أجي راجعة رده بزيادة. لا الحمد لله اتغيرت ياما، أنا ما كنتش بعرف ألبس، ما كنتش بعرف أمشي، دلوقتي بقيت بعمل كل حاجة في حياتي، حتى فرقت في التعامل مع عيالي. كان دايما عيالي جايبين لي احباط، دلوقتي لا يا ماما ده انت بقيتي عسل، لا يا ماما ده انت فسقتي. الصراحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي انا وصلت له. هي الاول يعني انا ذات نفسي كنت الاول انا خايفه من العمليه، بس بعد ما عملتها ووصلت للي انا فيه، انصح اللي نفسه يعمل عمليه يعمل عمليه ما يخافش كل حاجه. وبعدين انا يعني برضو لما كان جسمي ما كانش عامل لي عائق يعني كبير في حياتي، لان انا كان سني صغير فكنت مقاومه ده، فيعني بقيت احسن من الاول في كل حاجه.
لا والله الحمد لله الحمد لله معاهم يعني. لا والله فريق تمام صحيح يعني، وبص بيساندك من اول ما تدخل لحد لسه لحد امبارح. متفائله ان شاء الله. دكتور كريم انا بشكره جدا 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 والله العظيم، لانه غير حياتي من الصفر للمية في المية تغيير على اللي هو عمله. شكرا 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 شكرا.